طمني دكتور. ضغط نازل. ما كنت متصور انه الامور تسوء لهالدرجه. لك وهذا ما حكيت لك كل شيء. يا حرام. قسما بالله شكله بيقطع القلب. إيه ما اختلفنا بيقطع القلب، بس هذا مو مبرر انه يعاملك بهي الطريقه وكانه عم يقلعك من بيته. بتعرف؟ والله العظيم ماني متضايق منه. لك اخي القهر بيعمل اكثر من هيك. ايه وشو الحل مع المحرك؟ والله ما بعرف. هذا الزلمه شكله مقايس وماله خايف من حدا ابدا. بتعرف انا عن جد صرت خايف على هالبنت. هالموضوع موضوع اهلها، يعني خلينا نقول انه حلينا موضوع المهرب بالقوه. ضل شغله اهلها، هي شغله كثير صعبه ومعقده. اسلم. والله ما بعرف، يعني انا مخي عن جد صار مثل الطبل وعقلي ما عاد جمع. اخي اقول لك شغله بس ما بتضحك علي. هات لشوف الحل الثوري. شو ها يا اخي؟ اذا كل الحلول الدبلوماسيه ما جابت نتيجه، شو ضل لكم غير الحل الثوري؟ ايوه موفق. لا تبلش تتمسخر. ايه شو بهات مسخر؟ يعني عم تقول لي ثوري ودبلوماسي، من وين تجيبهم هدول انت؟ ليك موفق، المهرب مكبر راسه سايق بالقصه، والبنت راحت لعنده وترجته وما طلع من امرها شيء، ورفيقه تركها، شو ضل لكم غير الحل الثوري؟ ايه والله شو هو الحل الثوري اخ كيفارا؟ انا برايي تشكلوا وفد وتروحوا لعند اهلها. لك انت شو عم تحكي يا زلمه؟ مثل ماني عم حاكيك. لك حبيبي هدول اهلها متعصبين كثير، بعدين البنت هربانه تقريبا صار لها شي سنتين وبتقلي روحوا لعند اهلها؟ قسما بالله بيقتلونا قبل ما يقتلوها. شو عم تحكي انت؟ بعدين بالله اذا سالونا مين الشباب شو بنقول لهم؟ والله نحن اصدقاء، ما هيك؟ لك يا اخي في كثير اشياء اذا هربنا منها بنكون عم نعقدها. روحوا لعند اهلها واسالوا مين فيهم كبير، تواصلوا معه وهو بيدلكم على الحل الصح. تتواصلوا؟ شو شايفك كأنه عم تحكي بطريقة أنه أنت ما لك علاقة بالقصة، ما هيك؟ لك يا أخي أنا لا بعرفها للبنت ولا بحياتي شفتها. أيوة؟ إيه على أساس أنا اللي كل يوم بروح بشرب مع أرجيلة، ما هيك؟ لك حبيبي ما أنا كمان ما بعرفها، بس يعني قصتها للبنت يعني بتجبرك أنه أنت تساعدها مو بإيدك. طيب شو المطلوب مني؟ المطلوب منك أنك تساهم بالحل، يعني مثلنا مثلك. يا سيدي امرك بكره بس نفي بنحكي بالحل، خلينا ناكل لقمتين بس. يلا ان شاء الله. قرب لي هالطاوله شوي. زيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. غرفة 45 45 غرفة المريضة. مريضة؟ مريضة شو؟ البنت اللي اخذوها الاسعاف على المستشفى. معلش الله يخليك بس تأكد لي من اسمها للبنت. والله يا ابعرف شو اسمها، بس رح اتأكد لك من غرفة انا شو اسمها. يلا. إذا ما لقيت بال 45 رح شوف لك 46. طيب. والله عم بيقلنا الاخ بانه في بنت بال 45 امبارح تعبت وطلبوا لها اسعاف واخذوها على المستشفى. عم تمزح؟ ايوه. مين اللي على 46؟ والله شو اسم البنت اللي اسعفوها بال 45؟ فيروز. طيب شكرا. انت متاكده انه اسمها فيروز؟ ايه. مرحبا. خير شو صاير معك؟ بس ما تكون جلطه. لا حاولت تنتحر. معقول؟ فيروز فكرت تنتحر؟ في واحد على الباب بده اياك. مين هاد؟ ما بعرف ما قال لي شو اسمه. عمر يا بضاي. يسلم عليك ناجي واقف تم الحاره هو. اوف ما يجي هو. في واحد بده يعرفك عليه. طيب قل له جاي.
نعمة طلال. مين الشباب؟ نسيتنا؟ نحن زلم أبو عدنان. وشو بده أبو عدنان؟ مو أبو عدنان بنضحك عليه، ترجع الكراتين مثل ما الله خلقك. أخي كراتين شو؟ يظهر ما بدك تحل حبية. أخي بعرضي بعرض أختي ما فهمت عليه، كراتين شو؟ يظهر ما عم بيفهم علينا، فهمونا يا. صلوا على النبي يا شباب. يا شباب عم يضربوا طلاب. شوفي شو بكون على شو عم تطلعوا؟ شو عندي سينما؟ يلا يلا كل واحد على بيته. يلا يلا يا ريتني متت وخلصت. اسمعي على الحكي، واحدة حلوة ومثقفة وبتفهم بتفكر تنتحر؟ خلص ما عاد عندي حل تاني، أنا قرفت لحياتي. لك يا رب موت وارتاح بقى، يا رب موت. روز بدك طولي بالك حبيبتي، طولي بالك وهدي شوي. شلون بدي هدي حالي؟ اليوم بدي يروح طلال على المواد وما يلاقيه، وبكرة إذا مو اليوم بدي يخبر أهلي. ما بهدي، ذبحوني. يا حبيبتي طولي بالك، شو ذبحوني ما ذبحوني. خلص كل الموضوع رح ينحل، أنا اتفقت مع الشباب ورح نلاقي الحل المناسب. شلون بدها تنحل بقى؟ انت مالك علاقة حبيبتي، انت المهم الطيبة، ولكل حادث حديث. جواد انا كتير خايفة. ولك يا حبيبتي لا تخافي من شيء، ما خايفة. خلص انت طولي بالك وما راح يصير الا بيرضيكي. انا طالبة. جواد احكي لي شو يذبحوا اهلك؟ هيرو شو عاملة؟ والله لو مالك غالي على قلبي ما بقلك، بس يلا يا ستي رح قلك خليها تبين معك. فيروز هربانة من أهلها صلى سنتين. هربانة؟ ايه، وهالأزعر ابن الحرام عم يهددها أنه يخبرون. طيب ليش هربانة؟ هاي قصة طويلة بعدين مخبرك إياها بيني وبينك، بس بالمختصر المفيد أنه هي حبت تكمل دراستها أم هربت. أيوة هلا فهمت ليش كل ما تجي سيرة أهلها بتغير لونها. حبيبتي سموحة هذا الكلام بيني وبينك؟ ها ولو جواب، بعدين أنا فيروز بتهمني مثل ما بتهمكم. تسلم لي عينك. يلا أنا صار لازم نشوف الشباب مع حلوة عين. وأنا رح أرجع لعندك. أوكي شوف بدنا نضل هون؟ إيه معلوم بدنا نضل هون، لازم نضل عندها، ما حلوة نتركها لحالها. أخي اطمنا عليها ومشي الحال، بعدين هي رفيقتي عندها. ولك يا حبيبي هالتيس عم يهددها يخبر أهلها، مو حلوة نتركها لحالها، البنت مقطوع قلبها. ماشي أنا قلت لكم حلولي وأنتوا ما عجبتكم. طيب شو رأيك موفق نروح لعند أهلها؟ والله ما بعرف، يعني أنا خايف هالقصة تفوتنا بمتاهات إلها أول ما لآخر. وليش بقى؟ يا أخي ما بتعرف شو بيطلع براسهم، يعني بيجوز يضربونا، بيجوز يجبرونا نقول لهم وين مكان البنت. ساعات نحن بهالطريقة ما ممكن استفدنا شيء، بالعكس ممكن حققناها أكثر القصة. طيب أنا برأيي إنه فيروز تغير مكان سكنها هلأ فورا، حتى هذا الأزعر ما يعرف لطريق. هو فروض إنه غيرت سكنها، ما هو بيعرف جامعتها، يعني ما ممكن استفدنا شيء. لا بلا نستفاد كتير، أولا إنها ما بتموت، ثانيا بتغيب عن الجامعة كم يوم. طيب وين بتسكن؟ عن جواد. عندي؟ بس هالكام يوم لبين ما تهدى القصة. ايه والله انا ما عندي مشكله، بس هي بترضى؟ والله ما رح ترضى اذا حضرت جنابك ساكن بالبيت. ايوه وين بدك يعني روح حبيبي؟ هالكام يوم تقعد عنا بالمدينه الجامعيه. ايه ايه شو ايه هيك بنضمن حياتها. والله ما عم تفوت براسي قصه هي انه نخبر اهلها، قسما بالله لو كانت اختي يمكن لموتها. ايوه مثقف افندي حلو كتير، لكن ليش عم تعمل هون مناضل؟ لكن والله ما بعرف، يعني عن جد بس القصه بتخيل. والله اذا مصممين تساعدوها فهذا انسب حل. ولك يا حبيبي انت ليش مقصر؟ حدا بده يلعب بعداد عمره بيروح لعند اهله؟ ايه كلياتنا. اسمعوا مني هذا الحل مو ظابط. ها طيب ماشي مو ظابط، بس تلاقوا حل تاني خبروني. ماشي لك وين رايح؟ انا ضجت وماني متعود على المشافي. سلام. والله ما لحمة الساعة صارت 4:30 وماني عارفان شو ساوي.
روح بها الهيئة ولا ما روح؟ إذا ما رحت بتحطها حجة مشان ما تجي، والرحت منظري بيخوف بلد. ولك في لعن أبوك يا أبو عدنان، وأبوك يا ناجي، وأبو الكافيتريات على أبو البنات، ولك في لعن أبو كل شيء. شو هالصوت لك ابني؟ شو انكسر؟ ما في شي امي، ما في شي، كاسة وانكسرت. لك يا ابني الله يرضى عليك، ما بدك تقول لي شو قصة هالخناقة؟ امي ببوس ايدك، تركيني شوي لحالي. كسر كاسي. ايوه، وما قال لك شو الموضوع؟ لا ما قال لي. والله قلبي عايلي انه القصه كبيره. والله ما بعرف، شكله قطع لي قلبي. يا امي، يا امي اللي بده يشتغل بالتهريب، بده يتعالق مع الناس. لك وطي صوتك احسن ما يسمعك، والله بعدين بيعملنا جرصه. والله انا مالي متحمله حالي لك بنتي، بقى ضبي لسانك وخليها نهار يمضي على خير. شاطر تتمرجل علي عنتر زمانك، بتقعد قدامنا بتعيط وبتكسر، بس برا مثل القطة. خرجك الله ليقيمك. السلام عليكم مدام روى. أهلا وسهلا. عفوا مدام، أنا موفق سامي الحسين، جيت لعندك من شي أسبوعين مشان شغل بالمخبر. عاد ذكرت، تفضل اقعد. شكرا. قلت لي بأنو سنة أنت؟ أنا هلأ سنة أولى. يعني ما بتعرف شي عن السنان؟ لا لا بعرف، سبق وسألتيني وخبرتك انه انا اشتغلت عند عمي تقريبا شي 3 سنين بالمخبر. عمك عنده مخبر؟ اي نعم. وليش بدك تشتغل عندي؟ بصراحة يعني المخبر تبع عمي بالبلد وانا عم بدرس هون بالشام، وبتعرفي يعني مصاريف الدراسة و... مفهوم مفهوم. توفيق يا توفيق. ليلي مدام. خد الشاب اللي عندك وفهمه شو طبيعة شغله، الاخ صانع محل اياد. بس شو اسمك؟ أنا موفق، موفق الحسين. أهلا وسهلا فيك موفق. تعال معي تفضل. رح أعطيك 250 ليرة بالأسبوع. تفضل. مرحبا. أهلين حبيب. والله 45 لو سمحت. مين بدك بال 45؟ فيروز. والله فيروز بالمشفى. شو عم تحكي انت؟ والله مبارك تعبت واخذوها اسعار. بأي مشفى؟ مشفى المواسع. شكرا. الله معك.